الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فاسال الله جل وعلا ان يسعدكم في الدنيا والاخره، وأن يبارك لكم في جميع أموركم، وأن يفتح لكم أبواب الخيرات. وبعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة أحاديث كتاب الوضوء في مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فليتفضل القارئ مشكورا، بارك الله فيه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، لا أعلمه إلا قال: في غزوة تبوك. فقال: فمعكما؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته فقال: يا مغيرة، خذ البداوة. فأخذتها فمشى حتى توقع عني في سواد الليل حاجة له، فأتبعه المغيرة بداوة. وإن مغيرة جعل يصب الماء عليه حين فرغ من حاجته وهو يتوضا وضوءه للصلاة، فغمض واستنشق وغسل وجهه وعليه جبة شابية، فذهب ليخرج يديه من كمها فضاقت، فأخرج يديه من أسفلها فغسلهما ومسح برأسه، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فمسح على الخفين ثم صلى. قول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر. السفر الانتقال من مكان إلى آخر، من بلد إلى آخر، سمي بهذا الاسم لأن الأرض تسفر وتظهر للمسافر، وقيل بأنه سمي بهذا الاسم لأنه يسفر ويظهر أخلاق الرجال. فقال: أمعك ما؟ سأله: هل معه ماء نقله على راحلته؟ فقال المغيرة: نعم، معي الماء. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عن راحلته، أي الناقة التي كان يركبها، فقال: يا مغيرة، خذ الإناء، وأي خذ معك الإناء واتبعني. قال: فأخذتها، يعني أخذ الإناء. فمشى النبي صلى الله عليه وسلم حتى توارى، أي اختفى وغاب عني في سواد الليل لقضاء حاجته. فتبعته المغيرة بالإناء الذي فيها الماء. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته، جاء إلى المغيرة، فجعل المغيرة يصب الماء عليه، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، حين فرغ من حاجته من أجل أن يتوضأ. فتوضأ وضوءه للصلاة، فكان مما فعل مضمض واستنشق وغسل وجهه، ثم كان عليه أن يغسل يديه، وكان عليه جبة شامية وهي ثياب منصوف، ولكن هذه الجبة كانت بمثابة القميص. فذهب ليخرج يديه من كمها، فأراد أن يرفع الجبة عن يديه ليتمكن من غسل يديه، إلا أن الجبة كانت ضيقة فضاقت عن أن يخرج كميه، عن أن يخرج يديه من كميها، ولذا قام بإدخال يده في أثنائها، ثم أخرج يديه من أسفل الجبة فغسلها
يديه ومسح برأسه وبقي قصر القدمين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لابسا خفين، والخفين عادة تصنع من الجلد توضع الأقدام فيها. قال المغيرة: فأبويت، أي نزلت وابتدأت بالنزول إلى أسفل من أجل أن أنزع الخفين ليقوم بغسلهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما، أي اترك الخفين ولا تنزعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين ثم صلى. ففي هذا الحديث المشاركة في الأسفار بحيث يسافر الإنسان مع غيره، وقد ورد في الحديث النهي عن سفر الإنسان وحده، وفي الحديث حمل الماء في الأسفار والتأكد من ذلك، وفي الحديث أيضا الاستجمار بعد قضاء الحاجة، فإن الماء كان مع المغيرة. ومع ذلك لم يطلبه النبي صلى الله عليه وسلم للاستنجاء، واكتفى بالاستجمار. وفي هذا الحديث أمر الإنسان من يكون معه في صحبته بما يرتفق به مما يعلم أن صاحبه يفضله ويرغب فيه. ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بأن يأخذ الإدارة وبأن يتبعه. وفي هذا الحديث قيام الرجل بمساعدة أخيه في الوضوء، فهنا المغيرة كان يصب الماء على النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه. وفي هذا الحديث اختيار المكان البعيد الذي لا يرى من أجل قضاء الحاجة. وفي هذا الحديث لبس الجبة هي الثياب التي تكون مغطية لجميع البدن في الأسفار، وفيها أيضا لبس الصوف وجوازه. وفي هذا الحديث جواز لبس الضيق من الثياب كما فعل صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا صلاة الرجل في الجبة الشامية. وفي هذا الحديث نسبة الثياب إلى البلد الذي تصنع فيه. وفي هذا الحديث مشروعية المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه ومسح الرأس وغسل القدمين ومسح الخفين في الوضوء. وفي الحديث أيضا مشروعية مسح الخفين في الوضوء وعدم لزوم غسل القدمين لمن كان لابسا للخفين. وفي هذا الحديث أيضا أن من شروط المسح على الخفين أن يلبس الإنسان الخفين وهو على طهارة. واختلف أهل العلم في مسألة، وهي مسألة ما لو غسل رجلا فألبس أو فلبس الخف فيها قبل أن يغسل الرجل الأخرى، فهل يجوز له المسح حينئذ أو لا يجوز؟ فقال بعض الحنفية بجواز المسح، وقالوا لأنه قد لبس خفيه وهو على طهارة في كل قدم. والجمهور منهم الأئمة الثلاثة على أنه لا يصح المسح حينئذ، قالوا لأنه لا يسمى متطهرا إلا بكمال وضوئه، وما دام أنه بقي عليه قدم واحدة لم يقم بغسلها فإنه لا يعد متطهرا.
ومن شأ خلاف في هذه المسألة في قوله هنا طاهرتين، هل المراد بها الطهارة الشرعية التي لا تتم إلا بإكمال الوضوء كما قال الجمهور، أو أن المراد هنا الطهارة بمعناها اللغوية؟ فالحنفية رجحوا المعنى اللغوي، والجمهور رجحوا المعنى الشرعي، وقول الجمهور أقوى وأولى، وذلك لأن كلام الشارع يفسر بحسب المعاني الشرعية لا بحسب المعاني اللغوية. أحسن الله إليكم. قال عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم بالأمطار، ورأيت بلالا رضي الله عنه يؤذن، فجعلت أتتبع فهنا وهنا بالأذان، ثم جاءه بلال فآذنه بالصلاة، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالهاجرة، فأتي بوضوء فتوضأ، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بدل يد صاحبه، ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأقام الصلاة، وخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حلة حمراء مشمرة، كأني أنظر إلى وضي الساقين، فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وبين يديه عنزة تمر بين يديه من ورائها المرأة والحمار، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة، وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسكون بهما وجوههم، قال فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك. قوله هنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، المراد في القبة الخيمة التي على شكل معين، فإنهم كانوا يصنعون خيامهم على أشكال مختلفة، من تلك الأشكال شكل القبة، وقوله حمراء يعني أن هذه الخيمة كانت حمراء اللون، وقوله من أدم يعني من جلد، وقوله بالأبطح، الأبطح مكان في ضباط مكة مجاور لمكان رمي الجمار في ميناء، وهو في منطقة يقال لها اليوم العدل. قال ورأيت بلالا يؤذن، وهذا الأذان لأذان صلاة الظهر والعصر. قال فجعلت، قال أبو جحيفة، فجعلت أتتبع فاقها هنا وها هنا بالأذان، لأنه كان يلتفت، وقد جاء في بعض الروايات تفسير ذلك بأن الالتفات كان في الهيعتين، حينما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، وقول قال ثم جاءه بلال، يعني أن بلال ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم في قبته فآذنه بالصلاة، أي أخبره بها وبين له دخول وقت الصلاة. قال أبو جحيفة فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، يعني في وقت الظهيرة، في وقت الظهيرة. قال فأتي بوضوء، الوضوء الماء الذي يتوضأ به، فتوضأ. قال ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الباقي من الماء الذي توضأ به، فجعل الناس يأخذون من فضل، أي من الزيادة والباقي من وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتمسحون به، يمسحون وجوههم وصدورهم وأيديهم، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه يعني من فضل الوضوء شيئا أخذ من بلل يد صاحبه، يعني ما حصل في يد صاحبه من بقية الماء. قال
بحيفة ثم رأيت بلالا أخذ عنزة والعنزة العصارة أو قصيرة قال فركزها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكون سترة له وأقام بلال الصلاة وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء والحلة نوع من أنواع الثياب مشمرة أي قد أظهر ساعدي يديه كأني أنظر إلى وبيص ساقيه يعني بياض للساقين قال فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وجعل لأنه مسافر فكان يقصر الصلاة وبين يديه عنزة يعني هذه العصارة الصغيرة جعلها سترة له تمر بين يديه من ورائها المرأة والحمار ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة يعني أن العنزة في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم ليس بينه وبينها إلا شيء يسير ومن وراء العنزة يمر الناس قال وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه يعني بعد أن فرغ من الصلاة كان يأخذون يديه فيمسحون بهما وجوههم قال فأخذت بيده قال أبو حيفة فأخذت بيد النبي صلى الله عليه وسلم فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك في هذا الحديث فوائد منها اتخاذ الخيام التي على شكل القبة وجواز السكنى فيها وفيه أيضا اتخاذ الخيام من جلد البهائم وفيه أيضا جعل هذا لون أحمر وفي هذا الحديث الأذان للمسافر فقد كان بلال يؤذن وهم مسافرون وفيه مشروعية الأذان للمسافر وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنت في برية فأذن فإنه لا يسمع صوتك شجر ولا حجر إلا شهد لك يوم القيامة وفي هذا الحديث مشروعية الالتفات عند الهيعتين هي على الصلاة هي على الفلاح بالنسبة للمؤذن في الأذان في وقتنا الحاضر مع وجود مكبرات الصوت قد يستشكل بعض الناس هذا لأنه إما لأنه إذا التفت وترك مكبر الصوت لم يسمع الناس صوته في المكبر وهذا يتناقض مع مقصود الشارع في الالتفات فإنما شرع الالتفات من أجل أن يسمع الناس ولذا فإن الأولى في هذه الحال أن يقوم بأخذ مكبر الصوت معه حال التفاته ليحقق بذلك مقصود الشرع ببقاء الصوت مسموعا وفي نفس الوقت يحقق ما ورد من الالتفات يمينا وشمالا في الأذان وفي هذا مشروعية رفع الصوت بالأذان والسعي إلى إسماع الآخرين هذا الأذان وفي الحديث أيضا جواز متابعة المؤذن في فعله وملاحظته كما قال أبو جحيفة فجعلت أتتبع ها هنا وها هنا وفي هذا الحديث أن كبير القوم يتم إشعاره بدخول وقت الصلاة خصوصا إذا كان من أهل العلم والفضل وفي هذا الحديث أداء صلاة الظهر في أول أوقاتها ولو كان وقت حر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم
عليه وسلم. وفي الحديث تقريب الماء لأربعة ليتوضا كما قرب للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركة الماء الذي يتوضا به وبركة آثاره صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر الذي هو التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقاياه خاص به صلى الله عليه وسلم ولا يشمل من بعده. ولذا لم يكن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبركون بآثار أبي بكر ولا بآثار عمر ولا بآثار عثمان ولا بآثار علي رضوان الله عليهم أجمعين ولا بآثار علماء الصحابة كابن عمر وابن مسعود وابن عباس. بل لم يكونوا يتبركون بآثار أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن التبرك بآثار الرجل إنما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويدل عليه أن التبرك بآثار أحد تزكية له ولا يصح لنا أن نزكي أحدا إلا بناء على دليل في كون ما يخرج منه من المباركة. فإنه لا يصح أن تثبت أن شيئا من الأشياء مبارك إلا بناء على وجود دليل يدل على ذلك. وفي هذا الحديث اتخاذ السترة للمصلي لتكون بين يديه، وجمهور أهل العلم على أن هذه السترة من المستحبات، ورأى بعض الظاهرية وجوبها، وقد ثبت في حديث ابن عباس في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة. وفي هذا الحديث مشروعية إقامة الصلاة قبل أدائها في الأسفار، فقد قام بلال بالصلاة. واستدل طائفة بهذا الحديث على أن المسافر إنما يقيم للصلاة الأولى فقط، لأنه لم يذكر هنا أنه أقام إلا للصلاة الأولى. وهذا أحد أقوال الفقهاء في المسألة. وهناك قول يقول بأنه يؤذن ويقيم لكل صلاة، وأرجح الأقوال في هذه المسألة أنه يؤذن للصلاة الأولى ويقيم لكل صلاة وحدها. وذلك أن الأذان لنداء البعيد، وهم قد حضروا في الصلاة الأولى، والإقامة لتنبيه الحاضر، ولذا شرع الأذان للصلاة الأولى، وشرعت الإقامة لكل من الصلاتين. وقد ثبت في حديث جماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن للصلاتين المجموعتين بأذان واحد ويقيم الإقامتين، كما في حديث جابر الذي وصف فيه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث من الفوائد جواز لبس اللباس الأحمر، فإنه قال: وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء. وقد ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الأحمر، فقيل في الجمع في ذلك بأن المراد بالأحمر المنهي عنه الأحمر المصمت الذي يكون على لون واحد. وأما الأحمر الذي ذكر هنا في هذا الحديث فهو ما وجد فيه لون الحمرة، لكنه ليس أحمر في جميع أجزائه، فليس أحمر مصمتا. وفي هذا الحديث جواز لبس الحلة من الثياب، وفيه أيضا
بالتشمير في الثياب برفع اليد برفع الثياب عن الساعدين، وأنه يجوز للإنسان أن يصلي بالثوب الأحمر وأن يصلي وهو مشمر ثيابه عن ساعدين. قد استدل طائفة بهذا الحديث على جواز الصلاة في الثوب الواحد، وقوله هنا فصلى الظهر قال كأني أنظر إلى رئيس ساقيه، فيه صحة صلاة من خرج جزء من ساقه وهو في الصلاة، وأنه لا يلزم أن يكون الإنسان قد غطى جميع ساقيه. وفي الحديث الجمع بين صلاتي الظهر والعصر في من أقام إقامة مؤقتة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان مقيما إقامة مؤقتة في الأرض ولم يكن سائرا، ولذا كان له قبة قد نصبت له، فدل هذا على أن المسافر إذا أقام إقامة مؤقتة جاز له أن يترخص برخص السفر من القصر والجمع. ولكن اختلف العلم في مقدار هذه الإقامة المؤقتة، لأن الأصل إتمام الصلاة وأداء كل صلاة في وقتها، ولا يترك هذا إلا بناء على دليل، فإن الله تعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فالأصل أداء كل صلاة في وقتها، وقال جل وعلا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فمفهوم هذه الآية أن عليكم الجناح إذا قصرتم الصلاة وأنتم لم تضربوا في الأرض، والضرب هو التنقل فيها بوضع القدم في مكان بعد مكان حال سفر الإنسان. ولذا اختلف أهل العلم في مقدار الإقامة القليلة التي يجوز معها الترخص برخص السفر، فذهب الطائفة إلى أنها 17 يوما، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في تبوك هذه المدة وكان يكسر الصلاة. ولكن هذه الإقامة لم تكن إقامة منوية مقصودة من أول إقامة، وإنما كان ينتظر خالد بن الوليد أن يأتيه من دومة الجندل، فلم يكن يعزم الإقامة. وقال الطائفة بأن المدة في ذلك 15 يوما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة أقام بمكة يكسر الصلاة 15 يوما، ولكن أيضا هذه المدة لم تكن مقصودة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان ينتظر سكون الأحوال وطمأنينة الناس واستقرار الأمور، فلما استقرت عاد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وقال طائفة بأن المدة في ذلك هي 4 أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قدم إلى مكة في اليوم 5، فصلى اليوم 5 والسادس والسابع، قدم في اليوم 4 فصلى 4 و5 والسادس والسابع في ذي الأربعاء يقصر الصلاة، وقد نوى ذلك، فلما جاء اليوم 8 انتقل إلى منى وهو يوم التروية، كان ذلك قبيل حجته صلى الله عليه وسلم. ولذا قالوا بأن من عزم الإقامة أكثر من هذه المدة لزمه إتمام الصلاة، لأن الله تعالى قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة الآية. ولعل هذا القول هو
الأقوال في هذه المسألة، ولكن إذا كانت الإقامة المؤقتة في بلد تقام فيه الصلاة وفيها مساجد يسمع الإنسان النداء، فإنه إذا نودي للصلاة لزم الإنسان أن يجيب المنادي، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل الأعمى: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فإذا صلى مع الجماعة صلاة الظهر جاز له أن يجمع معها صلاة العصر عندما تكون إقامته مؤقتة أقل من 4 أيام. إذا صلى العصر صلىها مقصورة بركعتين، فإذا نودي للعصر لم يلزمه إجابة النداء لكونه قد صلى هذه الصلاة وقد سقطت من ذمته. وهكذا فيما يتعلق بصلاتي المغرب والعشاء. وفي هذا الحديث وضع العصا أمام المصلي سترة له، وأنها تجزئ، ولا يلزم أن تكون السترة عريضة على وزان المصلي، وإنما يكفيه أن يضع أدنى شيء. والعنزة طويلة، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يجزئ المصلي أن يضع بين يديه كمؤخرة الرحل، وهذا قرابة الذراع، ولا يلزم أن تكون السترة طويلة بطول الإمام. وظاهر هذه الأحاديث أن العصا أن الخط في الأرض لا يجزئ، وبذلك قال جماهير أهل العلم، وذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى أن الخط أمام المصلي يجزئ في سترته، واستدل على ذلك بحديث ورد أنه خط خط أنه لم يجد سترة فخط خطا أمامه، لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا فإن قول الجمهور بعدم إنزال الخط في السترة أقوى لعدم صحة الحديث الوارد في ذلك. وفي هذا الحديث انتقال السترة في مكة، وفيه أيضا أن مرور الناس خلف السترة لا يضر المصلي حتى ولو مر المرأة والحمار. وقد استدل الإمام أحمد بهذا الحديث على أن مرور المرأة والحمار أمام المصلي يقطع صلاته، لأن الراوي لم يذكر المرأة والحمار ومرورهم خلف السترة إلا لأنهم يؤثرون على صلاة المصلي إذا مر بين يديه المرأة والحمار. وقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب. وقد نازع في ذلك عدد من العلماء منهم بعض الصحابة، واستدلوا عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكانت عائشة بين يديه، فإذا أراد أن يسجد قامتها فرفع رجلها عن مكان صلاته. والأولون أجابوا بأنها هنا لم تمر بين يديه، والحديث إنما هو في المرور. وموطن بحث ذلك سيأتي إن شاء الله تعالى. وفي الحديث أن من سبقت له الصلاة لم يلزمه أن يعيد الصلاة إذا وجد جماعة يصلون، ولذا أخبر أبو جحيفة بأن الناس كانوا يمرون بين يدي العنزة،
ويحتمل أنهم كانوا يمرون بين يديها من أجل أن يذهبوا للصف فيصلوا مع الناس. وفي الحديث ذكر شيء من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كانت يده أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك. وفي هذا دلالة على استحباب اتخاذ الطيب، وأن ذلك من الأمور المستحسنة. بارك الله فيك، بارك الله فيكم، وفقكم الله بكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله سبحانه وتعالى للجميع علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة، ونسأله جل وعلا أن يكون معنا مؤيدا مناصرا على الحق والهدى والخير، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لطاعته، أن يجعلنا من أهل عبادتك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم اجعلهم على خير حال، اللهم اجعلهم آمنين في بلدانهم مطمئنين فيها، اللهم أدر عليهم الخيرات، اللهم اجعلهم متحابين متآلفين، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره، يا قوي يا عزيز، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين في كل مكان للعمل الصالح الرشيد، اللهم اجعله من أسباب الخير والهدى والصلاة، اللهم وفق ولاة أمور هذه البلاد واجزهم خيرا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.